السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي نساتي سادتي مخداتي وسادتي. أما بعد، شوفوا خلنا نشوف شوية المدن. أوكي، أول شيء هاي العاصمة مالنا، هذه خليل مونوبوليس العاصمة. شوفوا المعسكرة هني محلاه، شوفوا شكل المدينة. شوفوا لاحظت تحديث جديد على اللعبة، نقدر نسوي زوم. شوفوا الزوم، شوف الشارع من وين نقدر نشوفه. هذا المود شوفوا كيف راكب بالضبط، هذا مال الشرطة على فكرة، في دوريات شرطة كلهم طالعين. المباني تبين أحلى، كل شيء حلو، واللي يمكن أنا ما سويت زوم من مكان. عنا هاي حمزة السياحية اللي كانت ومحترقة، سوري حمزة، من ابن مدينتك مرة ثانية، سوري. ألو، منزلين تحديث على اللعبة وكان مكتوب برع فيه شيء بخصوص المناطق الصناعية. أوكي يالس أحاول استكشف الموضوع، موضوع طويل. زين، أحب أشكركم، وصلنا 1135 45 45 45 في هالحدود مشترك. شوفوا محلال البرج هذا جميل، مدينته حلوة الصراحة حمزة، يعني من أحلى المدن أحسها طلعت كتصميم، تصميم الزمن. بس الحين الباقي نمتده نحن شوي. شوفوا المباني اللي عندنا، شوفوا المستشفيات، شوفوا الأشكال، شوفوا الدنيا. هاي سعد الهاجري، هاي مدينة أحمد خطاب، كنا الحلقة الماضية فيها بس ما بنمر عليها. عندنا هاي تبي فاير جيلز. انزين، هذا السجن شو وضعه؟ تمام والله، يستخدم المنطقة يسجنون العالم. خطارات قاعد تمشي بشكل جميل هني عندنا، كل خطارات محلاها. شوفوا لو ان يتريون شوي في فترة انتظار ما عندنا مشاكل، بس ما يتريون على الخط العام اهم شيء. خاها يتري على الخط العام يا جماعة، زين جدم انت، لحظة جدم. هاي شو كان؟ كارغو ترين ترمينال. انزين، هاي بكر الجبوري، هاي مدينة محمد جمال، هاي المدينة مدينة الامدادات العالمية. هاي مكين عندنا هني عبد الرحمن بن عبد الله، شوف مدينته. طالع المدن ما شفناهم احنا فعليا صح؟ شوف مدينة ادم عبد الله صغيرونة تي، يبالها تمديد والله صراحة، صراحة يبالها تمديد. هاي حسن كينج هني، عندنا مدينة عبد الرحمن وعمر العيناء. ما انا اسف اذا اقول اسم غلط، اذا اساميكم غلط اكتبوا لي في الكومنت، انا قاعد اقول ما اعرف اسامي الكل. هاي مدن حلوة الصراحة، موقعها حلو هالمدينة. المطار الدولي كم قاعد يخدم؟ 700 شخص، نايس. شوفوا الشوارع الضخمة اللي جت من هني لين هني. شوفوا هاي سان هوك في مدينة عباس ماستر سيتي، اللي هي لحظة شوف اللي هي الحين لازم يبالها تمديد ونشبكها في صناعية مع شرف الراكبي. هالحلقة صيانة عامة، يعني أنا بعتبرها حلقة صيانة عامة الصراحة. بس عندنا في شيء رود تورز، شوفوا أوكي. هاي شو تسوي؟ هاي تور بوث، لحظة خلنا نشوف. تقدر تطبق تعرفه سالك يا حبيبي، هو حبيبي. اوكي استوى عنا سالك يا حبيبي. لحظة خلنا نشوف وين الزحمة، تو تغير موضوع الحلقة تماما. منو باقي عنا؟ اشرف الراكبي، ردينا للوسط، هاي كل المدن الحالية. طبعا في مشروع اضافات، الحين خلنا نشوف الزحمة وين. هذا ترافيك، الزحمة يا حبيبي. انا ما باهم مثلا يستعملون هذا الطريق، ابى ناس اكثر تستعمل الدوار، فشو بسوي؟ خلنا اجرب، ما اعرف اذا الفكرة ناجحة ولا غير ناجحة الصراحة. صراحة ما اعرف اذا الجولة ناجحة ولا غير ناجحة، ما اعرف. انزين، خلني على الشوارع. انزين، هذا شو؟ هذا هاي واي؟ ما في هاي واي؟ خلنا نشوفهم اول شيء، خلنا نحطيهم اي مكان. انزين، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا ما عندنا فلوس. انزين، ليش كم اسعارهم؟ لحظة كم اسعارهم؟
انا قاعد احطيهم بالطريقه هاي 35000 هذا. اه نحن عندنا مشكله دخل. انزين يبالهم ما يبالهم كهرباء، اوكي يبالنا نحطي تعرفه كم يروحون. بس هذا ما اعرف هاي واي مش هاي واي، كم سرعه الشارع بعرف مش سرعه الشارع. لحظه اوكي، شارع جاي وشارع رايح، يعني هذه اتصور ثلاثه اربعه، ثلاث خطوط ثلاث خطوط. ليش ما مسوين ون واي؟ هذا اللي مضايقني، ما مسوين ون واي. هذا المكان المثالي حقه. انزين واحد من الاماكن المثاليه اظني مدخل مدينة أحمد خطاب، كان عندنا زحمة. أيوه هني كان في زحمة هني صح؟ أبى أدور مكان زحمة، أبى أخفف سير الزحمة عليه، والناس بيكون مكان أساسي إنه وايد ناس تمر عليه. اللي يا دبي يعرف سالك يعرف السالفة. إنزين أيوه هني زحمة، أبى الناس تستعمل طرق بديلة. حلو لحظة، هذا خلنا نوقف اللعبة أول شيء. عندنا فلوس بس عندنا 380000 كفاية. أبغى أشل هذا الشارع لأن هذا وايد زحمة، ونحط لنا شارع نفس هذا. ليش تشوف سهم هناك رايح وراد؟ والله يسوي حشرة ازعاج بعد عليه نويزة. لحظة هذا أصغر، هي هذا أصغر، هذا أحسن. هذا أربعة أظن، هذا فور لين ذاك سكس لين. أتصور من تصور الشخصي، لا هذا 6 لينز اصلا. عاد هذاك شو 8 شوارع هذاك ما اعرف، خلنا نشوف. اوكي خلنا نشوف، فيك يبالك كهرباء يبالك ماي عندك كل شيء. زين والله يدخلون ها، يدفعون فلوس والله. طريق مدخول اضافي جديد. خلنا نشوف الزحمه شو اخبارها، الناس الحين بتصير سيدة ولا ما بتصير سيدة؟ والله شوف السفن من عندي عجيب، والله المدن قامت تستوي جميلة. اه شوفوا الزحمة كيف خفت يا حبيبي، الزحمة كيف خفت. ليش في زحمة هني؟ لأن الشارعين هاي متوصلين في بعض صح؟ هاي سبب الزحمة الأساسية. فشو بسوي؟ على أساس إني أنا على أساس بحطي لهم سالك صح؟ مو مشكلة، خلني بشارع عام. هذا أربعة ولا أربعة هي؟ ني بشارع عام. زين ننزل لين تحت شوية هني، خلنا لحظة أيوة يا حبيبي حبيبي بولدك. أيوة أوكي لحظة خلنا نضبط الوضع. هذا دوار بين مدن ومسوي لنا أزمة عالمية تحت يمر. زين تحت يمر لحظة، نسوي بالطريقة هاي. أوكي أظني شكله نوعا ما منطقي، بس هذا الشارع الصغير. لحظة أوكي هذا، لحظة خلنا نكسر الشارع هذا من هني ونجيب له شيء. لا مشكلة في شو؟ مشكلة في سكة الخطار اللي تحت، فخلنا نشيل شوي زيادة. زين ننزل شوي تحت لين 20 ونكسر هذا. ويت اساس يكون شكله شوي متناسق. اوكي 200 200. اه حتى هذا رغم نزل زيادة. ويت صبرك معي. زين يعني هذا المفروض ان ننزل شوي على اساس يكون شكله منطقي. زين وعندنا اوكي انا هذا ما مسوي له ابجريد. ويت الحين تعلم شو
شارع كبير. الحين خفينا زحمة لأنه ما في تيرنات، ما فيها سوالف، ما فيها الأمور كلها. شوي أفضل. أبى الناس اللي هني تاخذ مخرج يمين اللي بيكمل سيدة مثلا. هني شوفوا كيف الزحمة خفتها، الناس ما تبى تدفع فلوس، الناس بتروح مكان اللي ما فيه فلوس. شوفوا كيف خفت الزحمة هني. زين، إذا عندي طريق بديل غيره بيكون وايد حلو، بس حاليا عندي مجموعة قطارات هني تمشي. انزين، بوابات سالكة. بس لو كان في حق هاي واي بيكون وايد فنان، وايد اوكي، وايد وايد اوكي بيكون فيه. شوف هني كيف زحمة. في درب ثاني اصلا الناس تروح لهالمدينة؟ ما في، ما في درب ثاني. هاي مشكلة ترى، هاي مشكلة ثانية، لان الناس مش محصلة طريق ثاني غير هذا. انزين، معقوله ما اسوي الدرب ثاني انا؟ اسمحوا لي اشرب ماي بس يعني. انزين، خلنا نسوي درب هذا المكان. اوكي، ودرب طلع من هني، درب دخل من هني، درب. اوكي، هذا بيكون صعب شوية. اوكي، هذا يدخل هاي. لحظة لحظة، نتكلم عن العيد. هذا هو العيد. اوكي، لحظة لحظة، بعد 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 مش اوكي. ابا هذا هي اللي تحت الرمل. اوكي، هذا على الارض اوريدي. سلوب تو ستيب، سلوب تو ستيب. انزين، ها معناه لازم بدون يخلي. ليش الشارع الكبير؟ لاني بحطي بوابة سالك الحين داخل المدينة. صبر، انا بسميه سالك، هم يسمونه ما ادري بالضبط، تعرف او تبر. هي افضل مكان اظن نحطيه اصلا الجسور، يعني ما بيكون في مكان افضل من الجسور. لحظة، اذا هذا طلع مهني يستوي. وهذا معناه خلنا اشيل هذا، عندهم وايد خدمات برايهم. ايوه، حصلت السويت سبوت على قولتهم. زين، هاي حق الناس تدخل، وهاي حق الناس تطلع من المدينة. على اساس قطعت شي انا؟ لا، كله تمام. انزين، على اساس ان الحين لو حطيت سالك على درب زحمة نفس هذا ما حد يزعل مني. صبر، خلنا اوقف اللعبة، نشل هذا الشارع من هني وحطي لهم سالك. ما بالناس تدخل من هني، انا ابى الناس ما تدخل من هني، خير شر، ابى الناس ما تدخل. لحظة، اذا هذا بالطريقة هاي ها بتكون معانا شوي. لحظة، نشله شوي، ندفه قدام. ممكن نسكر هالشارع، ممكن ندف هذا الورا، بس في كل الأحوال لأن هذا راح يكون هني حلو، وهذا راح يكون المشكلة الوحيدة في هاي. بس لحظة، هذا معناه بلفه هذا شوي من هني. أوكي، بيب فيه شارع عام. حين هاي شوي بتتحول رحلة معانا. دقيقة، خلني الموف تول بوديه تحت، برد فوق، برد فوق بس دقيقة. ويب فيه شارع عام لين ايوه، ونرده وين؟ فوق شوية.
اوكي خلنا نودي هذا داخل شوي، نجيب هذا عنده شوية ما يضر صح؟ شوي 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 اخليه شوي عادي ما عليه لين احصل له حل ثاني. هذا خله يدخل لين اول الشارع، لا بيخرب شكل الشارع. اوكي الحين انا شوية بسمح لهذا لاني مضطر نوعا ما، بس لحظة خلنا نشوف. اوكي اذا اقدر الحين اجيب الهاي من هني لين هني صعب الا اذا منطقة هاي صعبة شوي. زين اذا الغي هذا بكبره اجيب الشارع الاصغر، بس خلاص حليت الموضوع، خليه بالطريقة هاي حاليا ونحط هاي بعد تعرفها عليها، تعرفها مال ون هاي شو اسمها برايا، مو مشكلة. ابى الناس تستعمل طرق بديلة، شوفوا الطرق البديلة على اساس انه اذا خفت الزحمة هني بتخف، هني بتخف في كل مكان تقريبا، يعني مثلا هني زحمة ليش الناس تستعمل هالدرب؟ لانه ما في عليه تكلفة، ما عليه اي شيء، هناك كلش فاضي. ليش الشارع العام هني فاضي؟ لانه بعد ما في مخرج للشارع العام ولا لا في مخرج من هناك، فخلي الناس ما تستعمل الا المخارج اللي ما عليها زحمة. يعني انا بوزع الحين انا شو قاعد اسوي عمليا؟ انا قاعد اوزع الزحمة عن طريق بطاقة سارك هاي، ولا بطاقة مش بطاقة اسمها بوابة سارك. اوكي هاي مصيبة. انزين ركب ممتاز، نرجع للهايوي. اصلا ما بيدخلون ولا بيطلعون بسرعة، نسوي العادي احلى، هاي احلى، ما بيطلعون ولا بيدخلون بسرعة، بس نبى الزحمة شوي. ان الزحمة تتوزع في ناس بتدفع فلوس اكيد بعدها، تشوفوا استوى اخضر على طول، قام ياخذون من طرق بديلة. فهذا الطريق البديل ولهذا الطريق القريب، الناس تاخذ هني حق شو؟ ها بعد زحمة يبون يطلعون، ها بعد زحمة. واو والله ولا همهم قاعد يدفعون، بعدهم يدفعون فلوس هني. زين ليش ما ياخذون هالشارع ويردون يلفون؟ بس لا بعد بيكون مصاخة شوي. لحظة خلنا نشوف العاصمة، العاصمة المشكلة عندنا في أي شارع؟ هذا الشارع أصلا الزحمة وصعب نحله. أبا الناس تي وين؟ هذا الطريق ما تي له وايد، أبا الناس تستعمل الطريق البديل البعيد اللي يقدر واللي ما يقدر براية ولا. لكن هذا بيكون حله صعب شوي ترى، ولا ولا يعني والله ما حلينا المشكلة. بعدها زحمة، بعدها زحمة، ناس ما تروح الصوب الثاني، متعايز الناس، ناس تتعايز تروح الصوب الثاني. أبا يستعملون شوارع بديلة يا جماعة، ما يستعملونها. شارع المطار فيه زحمة شوي، ناس تلف المطار. انزين هني وين الزحمة؟ هني بعدها زحمة، برفع عليكم شوي لأنه في شارع ثاني، أنا مسوي لكم شارع استوى زحمة. انا سويت زحمه مكانين الحين، بس الفرق الحين قاعد ادخل شوي فلوس. انزين مؤقتا مؤقتا جيد الحين. زين في مداخل رئيسيه عندنا محتاجه؟ ما احس انه في مداخل فعليه تحتاجها. يا حبيبي ما في درب بديل حق العاصمه؟ ما في صح؟ هني شو المشكله؟ هني بعده زحمه، تستوى الزحمه عند كل مكان يا جماعه. هني قاموا شوي يستعملون الشارع. لحظة خلنا نعطي هذا مي. موضوع وايد استراتيجي اني اقعد احطي بوابات سالك، لان ما با لان هني مثلا ما في في درب ثاني، ما في درب ثاني، ما في درب بديل فعلي اني انا اقول ما اوكي روح هذا الدرب البديل على اساس انا ما تنزلون هني مثلا. وين ينزلون اذا ما نزل الدرب البديل؟ ما في مكان ثاني الا اذا ينزلون من هني. احاول احسبها، يجون هني يسوون زحمه
لأن الشارع هذا أصلا كله بو ضيقة. ما أعرف إذا في مجال أسوي له بقريد، لكن هي صعب وايد صعب أسوي بقريد حق شارع نفس هذا، لأن عليه خدمات وعليه ناس وفي ناس عايشة يعني هني. زين، هذا معناه الوضع صعب، التكتكة له مش طبيعية. بس هذا الشيء بيتيح لنا استعمال الطرق البديلة، صح؟ ناس تجي من هني، ناس ما تدخل هذا الدوار، ناس وايد تستعمل هالشارع أكثر من لازم. بس المشكلة إن عندي هني زحمة توقف، هني زحمة توقف، يمكن إذا وسعت الشارع شوي. لا حتى إذا وسعت، أنا أعرفهم هايل، كل واحد بياخذ الشارع وبيسوي زحمة. لحظة، خلنا ندخل الشوارع العامة السريعة، خلنا نسوي أبجريد حق هذا. هذا المفروض يحل المشكلة زين. انزين، خلنا من العاصمة، خلنا نروح عند محمد جمال. محمد جمال ما فيها زحمة، هني ما في زحمة، هني شي شوي زحمة، وعندي طرق بديلة الناس تقدر تستعملها ما قاعد تستعملها. هني ابو الزحمة، الزحمة كلها هني في المدينة هاي. بس انا اللي ابغى اسويه، ابى على مدخل استراتيجي يدخل لي فلوس، لان مثلا وين صار مدينة احمد هذا هني، شوفوا احمد خطاب، الزحمة هاي تسوي لنا مشاكل ومش قادر احلها. بس من وين ممكن اقولهم يروحون بعد؟ ان هذا شارع عام يجيب لين هني، وهني زحمة اصلا. خلوني افكر في الموضوع، لازم اسوي لهم درب بديل اذا ابوهم ما يستعملون الطريق هذا، لان ادفعهم على الفاضي ما منه فايدة. الحين ياخذ اثنين دولارين على السيارة العودة وياخذ. زين، خلنا نكبر الشارع هذا، شارع عود اصلا، شارع مو صغير. لحظة، خلنا نحط فيه شارع كبير مش شارع صغير. هاي المدينة راح تسوي لنا مشاكل. بس تعرفون شو نقدر نحط الحين؟ الشوارع العامة كلها تحت نطاق سارك، يعني ممكن اسوي شارع جديد ما يكون هذا الشارع، لان هذا الشارع اصلا زحمه كله سبت هذا المكان هذا. فشو بسوي؟ خلينا اني بشارع عام مفترق، السيدين. زين، خل نرفع هذا شوي، لحظة من وراء البوابة. زين، نشل هذا، لحظة، المدرسة بنعقها، ما عندي مشكلة هني. اوكي، بني بالشارع هني، هذا شارع بديل اساس ما يزوي زحمة هناك، اللي يسوي زحمة المفروض ما يسوي هناك، لازم يلف يمين. وهني بعد ادفعهم فلوس اصلا في كل الاحوال، اذا دفعتهم فلوس هني اقدر ادفعهم هني. بس هني حرام ادفعهم والله، انا وايد ناس تلف يسار. زين، شو يستوي اذا سوينا شارع اربع سيدات، اتمنى ايه
كنت اتمنى والله يستوي شيء نفس هذا، بس ما يستوي. هذا انا رود سايدة ابى اسوي مخرج حق هذا الشارع من هني. لحظة، انا ممكن اسوي مخرج ثاني. شوفوا المخرج هذا بيكون شيء جميل. مخرج من هني، ليش انزين ما ينزل؟ الشكل المتموج احسه في مشروع مش وايد ناجح، ما حسيته حلو يعني، احسه جميل يعني. هذا واحد، ما حد بيدخل مدينة من هني. زين، واللي بيطلع من هني ما في زحمة، ما عندنا مشاكل. الناس اللي تطلع المدينة غير هدفها. ونبا هذا مكان الجسر وايد وايد صعب الصراحة. اوكي، عرفت شو بسوي. يبالي مخرج هني 12 ويطلع لين الشارع العام هذا. ايه وايد 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 اني غلط. لحظة، اوكي، هاي شغلته يطلع هني بس. خلي اسوي له شارع اضافي، خلي الناس تطلع على الشارع. اوكي، هذا 4 شوارع اصلا. سوري، زين، 4 شوارع الناس تطلع، تقدر تطلع من هني. الحين اللي يمر هذه المنطقة زين لازم يجمركه، لازم يجمركه، لأن بعده في زحمة في الشارع. الناس ما قاعدة تاخذ الشارع اللي مفروض تاخذه. الحين لازم نحطي، في حد جالس ياخذ الشارع، في حد جالس ينزل من هالشارع الثاني، لا ما حد. جنيتوا على نفسكم خلاص. اللي راح يستوي وقف اللعبة يا حبيبي. حطي له بطاقة السالك، بس لو كانوا حاطين ون واي كان طر. اللي هو استوت الخايسة بعد هني صعب. اوكي، لا لا لا، في حل ثاني. الحين اللي ياخذ هذا الدرب ومش ساكن هني، اللي ياخذ هذا الدرب هو الزحمه كلها حق الطريق ها، صح؟ ها شو سيمتري. ما اقدر اهدم الشارع. ها، خلي مكان، اقول لك خليك مكانك، ما تبي تقوم خليك مكانك، اعرف ادبك. زين، بنحطي هذا هني. لحظه، ها شو مطافي. زين، تصير صوب ثاني لو سمحت. زين، اذا احط العود. زين، فعليا ما احتاج العود، فعليا ما احتاج العود، لان هذا شوي يعد.
ايوه هني الجمركه تستوي، هني لعبه السالك. لا وهذا بعد ارفع السعر شوي، ون ها شوي اغلى، دولار ونص تدخل مدينه مهني، سوي لي زحمه انتو هني. ها شوف كيف ما تستعملون الدرب الثاني. ايوه شو الحين استعملوا الحين ريايل صح؟ الحين تستعملونه، الحين تروحوا شوارع ثانيه. يو يا زحمه اللي هني، بيحصلون درب، هم الناس يحصلون درب انهم يتجاوزون البوابات هالسوالف، هاي شغلتهم، هاي شغلة الناس. شوفوا المتروات تحت، هاي والله الناس كانت تستعمل الشارع شوي شوي. شوفوا وايد اوكي، بس الحين الزحمة هاي وين قاعد تروح؟ خلنا نشوف، خلنا نسرع اللعبة نشوف وين يروحون، وينهم يسوون زحمة. اكثر الزحمة سيدا. لا والله يسار، بعدهم يدفعون. اقدر اوسع الشارع لان انا وهكت امر الشارع هذا اصغر من باقي الشوارع. اوكي الحين احسن شوي، يعني على الاقل الشارع وسيع. يعني شوفوا اثنين رايحين، ها كله اتجاه واحد الشارع. شو اي والله اتجاه واحد، والثاني هذا اتجاه واحد. زين هذا وايد زين، هذا one way. ايوه اوكي، ها two way، هذا one way. اوكي وايد زين، وايد زين. اذا هذا one way، كم خط هذا؟ اربع خطوط صح؟ زين خلنا نوقف اللعبة، بحط two way لان ابغى الناس تروح وترد على الشارع هذا. لحظة ما ابغى one way، زين ابغى two way. اوكي اربع شوارع بشير فيهم سيدة، زين خل الناس تروح وترد، بس ابغى شوي اغلى، 2 دولار 1.5 دولار بس. اوكي هالناس وايد اوكي، الناس بتدفع لانها اسرع الطريق يعني تروح له. اذا يبون الحين ينزلون الشارع العام خليه يروحون درب ثاني، شوف بيستعملون طرق بديلة، بينزلون هني بينزلون هناك، بس انهم ما يدفعون فلوس. المدخل على المخرج هاي المدينة وايد زحمة، عندي مشاكل دولية هني صح؟ فشو بسوي على المخرج؟ اللي بيستعمل هذا المخرج بدفع فلوس. زين هو هاي الحلول. اوكي هذا على الجسر، جسر نحن دافعين فيه فلوس صح؟ خلنا نطلع فلوسه. سبيس اوريدي اكيوبايد، انا اعرف انه اكيوبايد. انزين انا بس انا ما بيروح هناك، انت قاعد تسوي سناب على كيفك. ايوه لا انا ما بهذا. حطيت واحد غلط، لحظه لا هذا ون واي، هذا ون واي. اوكي في سهم يقول لي وين رايح بعد. زين انا با شارع ثلاث خطوط. زين خلنا نشوف من بيطلع من هالجسر الحين. والله هو مدينة احمد خطاب كبرها يبالها سارك اصلا، لان لو خفيت الزحمة هني يعني نسبة كبيرة، مع انه المفروض احطه هني بزيادة. يبغى ماي، لحظة كهرباء شو وضعك؟ تمام اوكي هني هذا بيدخل. شوفوا الانكم مالي لازم يزيد، المدخول مالي الحين قاعد لازم يزيد شوي شوي، شيء ممتاز. لا والله حلو موضوع بوابة سارك، بس شوف كيف يبطئ الخطة والناس تلف يمين، كلها بعدهم يلفون يمين لانهم دافعين صح؟ اوكي عندي حل ثاني. ستوب عندي 400,000 استوى، شكله بوابات سارك بتشتغل للشغل. زين بنحطي هذا هني، بنشل الملعب هذا من هني، بنحطي لهم ملاعب هني ورا شوي. اوكي
بنلغي هذا الشارع كامل، بنسوي شارع جديد اللي هو قلنا نحن عندنا اول واحد كم خط كان؟ one way، اربع خطوط صح؟ one way اربع خطوط، بنحط اربع خطوط ما عليه مو مشكلة، بندلعهم هاي اربع خطوط صح؟ حاطين شوارع كبيرة ترى، مش حاطين شوارع صغيرة. انزين بنجيب الاربع خطوط بنسحب لين هني اوكي، وبنجيب لين هني، وخلنا نسوي ابجريد حق هذا. زين ها ما نقدر نسوي له ابجريد، خلنا تروح هني اللي مرتاحه. خلنا نشوف منو بيدخل يمين الحين، خلنا نشوف الزحمه كيف بتروح يمين، خلنا نخف الزحمه اللي هني، الناس مش قادره تطلع من المدينه، الناس مش قادره تدخل هني، وهذه الفتحة مكانها غلط اصلا، الفتحة مكانها غلط، انا شلها مسوي زحمة في الشارع. والله يدفعون فلوس دفيعة والله، شاحنات والله يدفعون، ما فيهم حيلة صراحة. انزين اللي بيطوف من هني لازم يدفع. انزين اللي يدخل من هني كم مسوين زحمة على الشارع هذا، عاد الدفع ما يستوي، دفع الداخل الطالع هني ما في زحمة، كلها هني قامت تستوي، ناس قامت توقف هني. زين خلنا ننزل سعر البوابة نص دولار، خل ناس أكثر توقف في المدينة. شوف البوابة ترى جميلة الصراحة، مش جميلة اللي بعده، بس الغلطة الكبيرة في البوابة هاي إنه ون واي، بس دخول ما فيها خروج. لحظة، بما أن انتبهت على الشيء هذا خلنا نبدل. خليل جايب العيد، اي والله جايب العيد خليل، اي والله جايب ابو العيد خليل اليوم مضوي العيد في القناة. يا حبيبي النوتيفيكيشن قم ويهي، سوري يا جماعة، التابت التابت التاب، الله يلعن النوتيفيكيشن. اوكي الحمد لله رجعني اللعبة، نسيت وين كنت والله. وين المدينة صارت؟ مدينة سعد الهاجر كانت. هذا مقطوع هني خط قطعت شيء انا ما ادري شو. ايوه هذه هني. انزين خلينا نشيل هالثنين، نحط لنا تو واي، ونحط لنا شارع طيب، يعني شارع محترم هني. زين هذا بامكاني اني اركب عليه، على قبل شوي ركبت على شارع. والله الشارع صغير استوى. زين هذا اربع رايح اربع راد، واللعبه نفسها ما توفر لك شارع بهالحد الا اذا الحين لارج رودز، الا اذا الحين حاطين شوارع عداد لان في ابديت صح؟ في ابديت وسواي، هم سواي اظني حق هاي واي، حق شوارع عامة مش مسواي. المهم نحط وين زين، خلنا شل هذا النيبة هني شوية طول. الحين بتلعبس اوكي، okay.
اول شيء خلينا نشيل هذا. خلنا نجيب واحد هذا شوية هالصوب أكثر. ندف 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 خطين يركبون على بعض أموره طيبة. ونجيب هذا الشارع وهذا الشارع هاي. أوكي ممتاز. غير الناس بتدخل وتطلع من هنا ما عنده مشاكل. وين صار الحين الزحمة عندنا؟ وايد زحمة هنا يا جماعة. المدينة زحمتها مش طبيعية. هني خفت هني خفت هني خفت هني خضرت شوي بعد. انزين استويت. اذا ابى اخفف الزحمة قمت اركب بوابات سالك، واللي هو شيء زين ومش زين. مش زين ما اعرف مستوى السعادة شو بيستوي فيه. الزين انه قاعد يحل لنا بوابة سالك، تحلنا وايد مشاكل. انا طبعا ابى رايكم تحت في الكومنت شو رايكم في بوابة سالك. انا مسمينها بوابة سالك على كيفي. انزين انزين الحين هاي الزحمة اكثرها وين تتوجه؟ مدينة احمد خطاب صح؟ فاذا تسوي لهم دوار تحت الارض هني، هاي دوار تحت الارض انترسكشن، ممكن نسوي لهم هذا معاه بس ما نبغى. ابغى اشوف شكله زين. لحظة اللي نقدر نسويه شو نسوي؟ نسوي دوار زين. نسوي الدوار هذا الطريقة هاي. دوار الأصغر وينه؟ انتهى. أنا حاطنا على أي تول؟ إذا حطيته هنا كيف شكله بيكون؟ ما في شارع تحت صح؟ لا ما في شارع تحت. ممتاز. زين معناه اذا حطيت على الدوار هذا ونزلته شوي بدور شوي اوسع كان طر، بس دوار مش اوسع شوي. هاي مشكلة ثانية. ايوة شوفوا وشو نسوي. نقدر نطلع منه مخارج الحين. هذا هذا عمل فوري. هذا كانت عندي هالفكرة قبل بس وما اعرف وش كثر بتنجح. يعني عندي فكرة اتمنى انها تنجح. شوف كلهم ابجريدبل زين. كان اقدر اسوي لهم ابجريد بالطريقة هاي. هي اقدر. انزين ممتاز جدا، اكثر من ممتاز هذا. لان اللي راح يصير راح ركب لهم طول 10 زين طول 10 ما بينفع. الارض وايد تحت هني. نقدر اركبه دايركت هني والله تبغى الصدق. لا نقدر نسوي بالطريقة هاي. نمد هلين. هذا الشارع. نسوي ان شاء الله نقدر نسوي بجريد حق هذا كامل ان شاء الله. ان شاء الله اقدر. زين وقفت عندي النقطة هاي صح؟ هاي النقطة بكسرها بجيب الشارع
تحت رين. لين هني نوعا ما يمشي يعني، حاليا بمشي الامور. زين كيف بمشيها مهني انا؟ خبروني، انا بقول لكم. زين انا بخبركم، مش تخبروني. زين نبو اول شيء شارع من هني لين هني، والهدف الاساسي من الشارع هذا اصلا انا بشارع من هني لين نفس خروج هذاك يعني. واذا نقدر يكون وايد حلو اذا الشارع بعد ممكن انه يكون بالطريقة هاي. شوفوا بس هذا بنجربه الحين. اوكي دور، حتى اللي بيجي من الصوب الثاني يقدر يخطف الاتجاه هذا. كونجراتيليشن مونكي بالاس جراف. اوكي لفلنا الحديقة، فيري نايس. زين يا جماعة الخير الله يسعدكم، بنحطي هذا الشارع بشكل هذا. زين في مدينة أحمد خطاب بنحط له تقاطع ثاني من هني. إذا يستوي هني أبجريد للكل، أوكي ما يستوي أبجريد للكل. الشغلة ما بأدخل فيها الحين. إنزين خلينا نشوف الزحمة كيف تتوزع. إنزين الناس تدخل هني مسوية زحمة، هذا معناه الدخول والخروج مدينة أحمد خطاب، ولا الدخول لمدينة خطاب من هالطريق شكله يبغى لسالك، ولا هني يبغى لسالك والله، وهني بعد يبغى لسالك. أساس الناس تستعمل الطريق هذا، بلغي الدخول لأحمد خطاب بمجان انتهى. الحين الدخول بفلوس. طبعا هاي مشاكل الحين هسه تجمعنا من اول الحلقة، يعني صار احنا كم شهر مسوين السلسلة هاي، من سويناها المشاكل قاعدة تتجمع، نحاول نحلها في حلقة واحدة ترى. يعني هاي وقت لعب السلسلة ترى طويل مش قصير ترى، فصار لنا وقت طيب نحن. اوكي هذا ما حطيته سيدي يستوي تبن. زين عبي نعدل الشارع بكبره. زين بخلي الناس تستعمل هالطريق غصب، ناس تبع طرق بتي عندنا يمين ويسار عساس انها تختصر درب وتختصر فلوس وتكلفة. هني الزحمة بتخف، معناها هني بتخف. اللي مسبب الزحمة هاي اللي هني، شو مسبب الزحمة هني؟ هالتقاطع في ذمتكم؟ في ذمتكم هالتقاطع مسوي الزحمة كلها؟ ليش الناس تبي تيها الدرب؟ ما في غيره؟ صحيح ما في غيره. ها معناه انا بسوي الزحمة في مدينة اشرف الراكبي، تكلمت عن الموضوع هذا قبل وقلت لكم بسوي جسر، على ما اذكر قلت لكم بسوي جسر. فشو بسوي؟ الحين وقت نسوي جسر، لان قاعدين نحل مشاكل نحن ما تنتهي، مشاكل لا تنتهي على قولتهم. 24 اي فوق مستواهم عادي. سبيس اوريدي اوكيبايد، ليش اوكيبايد اوريدي؟ في عندنا مسار بحري هناك يمشي، بس وين؟ لحظة لحظة لحظة، هني ما ينفع، هني اوكي، هني ممكن احط لهم. ايوه حصلت مكان، حصلت مكان شبه بيرفكت، يعني مكان اقدر اسميه بالمثالي. لحظة انا اللي وين بمده؟ تعرفوا كم تكلفته هذا؟ مليون. ايوه خلنا ننزله هني، لا شوي اعلى
سلوب تو ستيب بسيط زين عادي. اذا سلوب تو ستيب ضبط امورك. اوكي وايد وايد مرتفع. زين مو مشكلة، خلنا نسوي الشارع اللي راجع للصوب الثاني اذا كفت الفلوس. زين والله زين، نسوي الشارع اللي راجع للصوب الثاني. اوكي خلى بنفس الارتفاع 30. زين نمر على نفس الاماكن، بس ابى المجال البحري ما بيدخل في المجال البحري. دقيقة مجبور اني ادخله هني او اني امده بالطريقة هاي. زين هالشوارع لا ما بتمر سيده هني ابدا، لان اللي راح يستوي هذا راح ينزل هني، هذا راح يطلع لحظة، هذا راح يطلع لين في كهرباء هني شيء من تحت، اي في كهرباء تحت دايركت. دقيقة برد لكم كهرباء لا تحاتون. هني زين معناه انت بتكون انت لازم انزلك لحظة مو زين، وانت لازم اوكي انت بالعكس تمام. هني ما عندنا مشاكل، هني شو بسوي فيهم؟ اللي بسويه كالتالي، بيب مفترقين، واحد بيدخل هني، أين أنت يا سالك؟ تو واي لارج هذا، زين بنحطيه تحت، أنا ليش ما أحطيه هني؟ لحظة ويت ويت. ليش ما احطه هني والغي هذيل الطريقة هاي. زين واجيب الشارع واميل الشارع هني، زين اجيب الشارع من هني. لحظة انا انزل قد ما اقدر قريب الشارع لين 12 ما عندي مشاكل. تعرفون سر ال 12؟ بس بالعكس بيكون لازم هاي يدخل من هنا وذاك، مو مشكلة بنجرب الشوارع من تو، المشروع جديد عادي. زين لا اوكي اوكي لا اوكي وضعهم 200 200 وننزل هذا لين نفس الشيء 12 12. هذا نزل شوي اوكي استوى زين ممتاز لين قاعدة على هذا المستوى. خله هني خله هني لان هذا هذا مدخل هذا مخرج. اوكي هذا الشارع يروح ل هذا الاتجاه وهذا يينا لين هني يدخل. انزين الحين الحكمة هني اني انا اقدر اجيب خلها مع ساوند بارير لان قريب مدينة، اقدر اجيب هاي واي يطلع من هذا المكان لين هني، ويجيب الهاي واي اللي جايين المدينة من عند هالجسر هني. بس خلونا نسوي هذا شوي مرن اكثر. لحظة انا بعد ممكن ترى ما احط يعني سالك وها، بس اباها الشارع ما يكون ثقيل.
الناس اللي تي هني يعني اوكي تدفع فلوس بس تختصر الدرب، لانه بعد المفروض مش وايد ناس تدخل، المفروض احط سالك هني بعد خلاص. اللي يدخل من المشكله عندي شاحنات تتي من صوبين يعني، وفي ناس راح تستعمل ترى هذا اكيد مستحيل. ها انا شفت حد جاي هني، لا تقول لي بتاخذ يوتيرن. ها اول كاستمر تعال، بس لحظه وين الدوائر مال الشارع؟ وين 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 وين؟ تعال 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 بالطريقة هاي، تعال بالطريقة هاي، تعال بالطريقة هاي. ممنوع اليوتيرن تماما، ممنوع اليوتيرن. لحظة ليش متعب عمري؟ ليش ما اسوي هذا اربع شوارع على كبرة؟ لما عندي هالمود هذا اذا استوت، اذا استوز عاج برده مالك برده الثاني. انزين الحين خلنا نسوي بالطريقه هاي، نمنع اليوتيرن. انا اعرف الناس يبون يوتيرن. اوكي هذا ما يرمي لانه رونج سيد. اوكي شوف الناس الحين بدات تستعمل الشارع هذا، بيبدا يستوي شوي زحمه، وهذا دائما في كميه من الناس خاصه ان الناس عندها ثراء شوي يبداون يدفعون شوي زيادة في مقابل ان يمشون له. يعني الحين هذا الاول اللي كان يروح من مدينة اشرف الراكبي للعاصمة كيف يروح؟ سؤال صعب صح؟ في انفاق، نحن بعد ما مرينا على الانفاق، لو انا قاعد امر اسوي انفاق بيكون شيء عجيب. صح ان هذا الدهليز الخايس هذا ما اعرف كيف احله. لحظة لحظة، هل يستوي؟ اكيد يستوي. لحظة ما يستوي، ابى ارفعها عن الارض، انا ما قاعد يرتفع معي لسبب من الاسباب. مش نفس معامله الشارع. لا انزين هذا معناه اروم اوقف اللعبه ونزل الشارع من هني. ابوهم يستعملون طرق بديله، ما بيستعملون الشارع هذا لانه حرام. انزين الزحمه اللي قاعد تستوي. لحظه خل نكسر الاثار، برايه الاثار، اقول برايه ابوه الاثار، مش وقت الحين قاعد احاتي الاثار. لحظه مع انه حرام حتى نريد لايف، انا احب الاثار. زين اني بشارع من اوكي. شوفوا اربع شوارع حلو الصراحه، شارع نظيف يعني، لو يسوون شوارع اكثر بهالشكل بيكون شيء وايد حلو. زين هذا بيخفف لنا زحمه اساسيه يعني، ضغط في مكان يعني، مكان هم مضغوط مضغوط يعني، هذا يخف الزحمه بشكل حلو. انا في نفس الوقت اذا يروحون ما يروحون ببلاش. وهل في طريق بديل؟ نعم في طريق بعيد بديل، اللي يبغى يروح الطريق هذا لازم يكون في طريق بديل، لانه لازم اوفر لهم الاوبشن ان يقدرون يروحون مكان ببلاش يعني في نهايه اليوم. واذا ما طاعت الزحمه تروح، برفع شوية مدخة صناعية الناس دفيها. زين خلي الزحمة تروح الصوب الثاني، ما عندي مشكلة، بس انه ما تينا زحمة بالطريقة هاي. لحظة هني انا خربت المكان، لكن هني بوسعي اني حتى هني يعني في وسعي اني اسوي، انا اسف ايتها المنطقه والله مش ولا اللي ود، بس تجبرني سيتي سكايلاين اعمال وحشيه. نفت وزرين لايف مستحيل كسر اثار. انزين الحين خلقت لهم بطريق بديل جديد، بعدهم مصممين على الشارع هذا، بعدهم مصممين يعني ما في. لحظة أنا أشوف مليون واحد يخطف، ليش ما قاعد يشرش عليهم؟ حق شو قاعد توقفهم لي عيل؟ دق عليهم شعر. وين صار؟ إنزين خلت بيكل رود مينتنس هذا وربع الحين، ليش ما قاعد يشرشهم؟ موضوع ثاني. لحظة خلنا نشوف كان الزحمة وين. جيت احمد خطاب شخبارها، يبالها مي؟ شو الناس تطوف بلاش الحين ولا كيف؟
نشوف هنا نتر اتحد، لا زين اخدم شارع نتر اتحد، لا ليش؟ زين الحين بديت جديد بوابات سالك. الحين هذا اذا ما بيتر اتحد، لحظه خلينا نشوف عنده ماي، عنده ماي، عندك كهرباء، عندك كل شيء. زين اذا هذا ما بيتر اتحد انا في مشكله، جالس ادفع عليه ابكيب وفي زحمه في المكان، يعني لازم يدخل لنا فلوس. ناس يصرف كهرباء، يصرف ماء، يصرف كل شيء، بيهدو صاح خورة ناس تداوم فيه. انزين هذا اظني ضمن البوليسيز بيكون اذا عندنا مشكلة هني. البوليسيز هذه انزين تاكسيشن سيتي بلانينج، الاعمال الصغيرة، دعم 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 دعم، ما نبى ما نبى ما نبى. هذا كوست عالي وايد، مو بيصير سيارات كهرباء. لحظة نبى هني، اظن هني مش قادر احصله، مش قادر احصله مال السيارة، مش قادر. فري بابليك ترانسبورت، لا مش وقت الحين، ما عندي فلوس. يعني الوضع استوى صعب شوية. ما قاعد تشرت الناس، لازم نشوف اللي هي. نحن بعد ما حطينا جولات سياحية لازم نحط جولات سياحية في المكان يا جماعة. اخ ان شاء الله موضوع الحلقة الجاية الجولات السياحية. بس الحين انا بستكشف، هو شوفوا الحين كزحمة على فكرة سوى اثر، البوابة سوت اثر في الزحمة، بس يمكن عندي جلتش ولا بق ولا شيء، ولا شيء معلق في اللعبة ما يسمح لها اني اشوف الستاتس مالها، لان فعليا الزحمة قاعد تخف والناس تستعمل طرق بديلة كل ما نحط بوابة سالك مالنا. بس الباقي الحين بنسوي جولات سياحية ان شاء الله في الحلقة القادمة، ان شاء الله الحلقة القادمة بتكون اليوم شو؟ اليوم الاربعاء، بكرة خميس ان شاء الله حلقة تروبيكو 5، وان شاء الله يوم الجمعة بيكون عندنا حلقة في الجولات السياحية في سيتي سكاي لاين. كان معكم خليل الحمادي، مشكورين على متابعة الحلقة هذه، أشكركم جميعا شكرا كثيرا. لا تنسون إذا ما كنتم مشتركين في القناة دقوا اشتراك thumbs up. أتمنى أنكم عجبتكم الحلقة إلى آخرها، شوي حلقة أحس أنا سامجة، بس يعني كان لازم تشوفون كيف نسوي البوابات ونسوي كل المشاريع المدينة هاي، أنها تطول معاي واسوي كل شيء هني، ابغى تشوفونها خطوه بخطوه تستوي قدامكم. لها سبب ما اسوي لها مونتاج وهالسوالف العاب البناء. فشكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.